نماستي، مساء الخير، مساء النور عليكم. حبيت شارك اليوم الجزء الرابع من قصة أنا. عم حاول قد ما أقدر نزل كل يوم جزء من قصة أنا، يعني مع أني ما كتير عم بأحسن سجل بالبيت، بس عم حاول قد ما أقدر كل يوم نزل جزء، حتى لو ما في كتير مشاهدات وما في كتير لايكات. أنا المحفز عندي مو من لايكات ومشاهدات، بس أكيد بقدر إنه لما تدعموني باللايك والاشتراكات الشي كمان بيزيد تحفزي إني أنشر وأبدع بالمحتوى تبعي. تمام، نبلش بالقصة. عالج الأطباء أنا لستة أسابيع لاحقا إجراءات وريدية كبيرة من ديكسا ميسون والكورتيو سيرو دايت الأخرى لتخفيف الالتهاب، وبسبب الإجهاد الإضافي والأنواع الأخرى من العقاقير التي كانت تأخذها والتي يمكن أن تضعف الجهاز المناعي أكثر، حدثت لها عدوى بكتيرية ضارية أعطاها أطباؤها من أجلها جرعات كبيرة من المضادات الحيوية. أخرجت آنا من المستشفى بعد شهرين، وكان عليها أن تستعمل العكازات لتتحرك. كانت لا تزال غير قادرة على الإحساس برجلها اليسرى، وكان الوقوف صعبا جدا عليها. لم تستطع المشي بطريقة صحيحة، ومع أن قدراتها على التحكم بأمعائها كانت أفضل قليلا، إلا أنها لم تستطع أن تتحكم بمثانتها. وكما يمكنك أن تتخيل، زاد الوضع الجديد من مستويات الإجهاد العالية أصلا مع آنا. كانت قد فقدت زوجها بانتحاره، ولم تستطع أن تعمل كثيرا لتعيل نفسها وأطفالها. وكانت في أزمة مالية خطيرة، وكانت قد عاشت في المستشفى مشلولة لأكثر من شهرين. كان على أمها أن تنتقل للمكان للسكن معها للمساعدة. كانت آنا حطاما عاطفيا وعقليا وجسميا، وعلى الرغم من أن أطباءها كانوا الأفضل وأدويتها كانت الأحدث وكانت تعالج في مستشفى له وسيطه، إلا أنها لم تكن تتحسن. وبحلول عام 2009، أي بعد سنتين من موت زوجها، كانت قد شخصت بالاكتئاب، لذا بدأت في تناول مزيد من العقاقير. نتيجة لذلك كان مزاجها يتأرجح كثيرا، ما بين الغضب إلى الفجوع إلى الألم إلى المعاناة إلى اليأس إلى الإحباط إلى الخوف وإلى الكره. ولأن هذه العواطف أثرت على تصرفاتها، فقد أصبح سلوكها غير منطقي نوعا ما. كانت في البداية
تعارك كل أحد تقريبا من حولها باستثناء أطفالها، لكن بعدها شملت الصراعات ابنتها الصغيرة. ليلة الروح المظلمة. في الأثناء بدأت مشاكل جسمية أخرى عديدة في الظهور، وأصبحت رحلة أنا أكثر ألما. بدأ غشاء الفم المخاطي بالتقرح بقرح كبيرة انتشرت إلى أعلى المريء. نتيجة مرض مناعة ذاتية مختلف يسمى الحزاز المسطح. كان عليها لعلاجه أن تستمع كان عليها لعلاجه أن تستعمل مراهم كورتيوستيرويد على فمها إضافة إلى مزيد من العقاقير. سببت هذه العقاقير الإضافية توقف إنتاج اللعاب. لم تستطع أن تأكل الطعام الصلب، ولذا فقدت شهيتها. كانت أنا تعيش مع أنواع الإجهاد الثلاثة جميعا، الجسمية والكيميائية والعاطفية في الوقت ذاته. في عام 2010 وجدت أنا نفسها في علاقة مختلفة مع رجل أذاها هي وأطفالها، بسوء معاملة لفظية وتسلط وتهديد مستمر. فقدت مالها كله ووظيفتها وشعورها بالأمان، وحين فقدت منزلها كان عليها أن تنتقل للعيش مع صديقها المؤذي. استمرت مستويات الإجهاد في التزايد، وانتشرت تقرحاتها إلى الأغشية المخاطية الأخرى بما فيها المهبل والشرج وأسفل مريئها. وانهار نظامها المناعي تماما، وعانت حينها من عدة حالات جلدية مختلفة وحساسية ضد الأطعمة ومشاكل في الوزن. ثم بدأت لديها مشاكل البلع وحرقة المعدة، فوصف الأطباء لعلاجها مزيدا من العقاقير. بدأت أنا بممارسة محدودة للعلاج النفسي في منزلها في أكتوبر. كانت تستطيع أن تقابل العملاء بمعدل جلستين كل صباح لثلاثة أيام في الأسبوع بعد ذهاب الأطفال إلى المدرسة وبعد الظهر. تصبح متعبة ومريضة فتستلقي على السرير حتى عودة أطفالها. حاولت أن تكون متوفرة لأطفالها قدر استطاعتها، لكن لم تكن لديها الطاقة ولم تشعر بالقدرة الكافية للخروج من المنزل. لم تكن أنا تقابل أحدا
لم تكن لديها حياة اجتماعية. استمرت ظروف جسمها وحياتها جميعا بتسكيرها بأحوالها السيئة، وكانت تستجيب لكل أحد وكل شيء بتلقائية. كانت تفكيرها فوضويا ولم تستطع التركيز. لم تكن لديها حيوية ولا طاقة لتعيش أكثر، وكان معدل ضربات قلبها يرتفع حين تجهد نفسها إلى ما يفوق 200 دقة في الدقيقة عادة. ووجدت نفسها تتعرق وتتنفس بصعوبة في كل حين، وشعرت بألم عظيم على صدرها باستمرار. لقد كانت آن تعيش أحلك ليالي روحها، وفجأة أدركت لماذا انتحر زوجها. ولم تعد متأكدة ما إن كان بإمكانها الصمود، وبدأت هي نفسها في التفكير بالانتحار. فكرت لا يمكن أن تصبح الأمور أسوأ من هذا. بعدها أصبحت الأمور أسوأ، ففي يناير عام 2011 اكتشف فريق آن الطبي ورما بالقرب من مدخل المعدة، وشخصوه على أنه سرطان المريء. بالطبع رفع هذا الخبر بشدة من مستويات الإجهاد لديها، وقد اقترح الأطباء علاجا كيماويا قويا. لم يسألها أحد عن الضغوطات العاطفية والعقلية. عالجوا الأعراض الجسمية فقط، لكن استجابة آنا على الإجهاد كانت قد شغلت ولم يمكن بالإمكان إيقافها. من المدهش أن هذا يحدث للعديد من الناس، فبسبب صدمة أو فاجعة في حياتهم لا يتمكنون من الخروج من سطوة العواطف المتعلقة بها، وتتحطم صحتهم وحياتهم. إذا كنت تفكر في الإدمان على أنه شيء لا يمكن التوقف عنه، فسيبدو إدمان آنا على عواطف الإجهاد ذاتها التي أمرضتها أمرا موضوعيا. تثير اندفاعة الأدرينالين وبقية هرمونات الإجهاد دماغ الأشخاص وأجسامهم، موفرة لهم دفقا من الطاقة، فيصبحون مع الوقت مدمنين على دفق تلك الكيمياء، ومن ثم يستعملون الناس من حولهم وظروف حياتهم لتقوية إدمانهم على تلك العواطف فقط، ليظلوا يشعرون بتلك الحالة المتقدة. كانت آنا تستعمل ظروفها الضاغطة لإعادة خلق تدفق الطاقة ذلك. ف
فأصبحت بلا إدراك منها مدمنة عاطفيا على حياة كرهتها. يخبرنا العلم أن مثل هذا الإجهاد المزمن يضغط على الأزرار الجينية التي تصنع المرض، لذا إذا كانت أنا تشغل استجابة الإجهاد بالتفكير في مشاكلها وماضيها، فإن أفكارها كانت تمرضها، ولأن هرمونات الإجهاد شديدة القوة فقد أصبحت مدمنة على أفكارها التي تشعرها بسوء كبير. وافقت آنا على العلاج الكيماوي، لكنها أصيبت بعد جلستها الأولى بانهيار عاطفي وعقلي، وبعد أن ذهب أطفالها إلى المدرسة بعد ظهر أحد الأيام سقطت آنا على الأرضية باكية. لقد وصلت أخيرا إلى القاع، وفكرت أنها لو استمرت على هذه الحال فلن تعيش طويلا وستترك أطفالها لوحدهم دون أبوين. بدأت في الصلاة طالبة للمساعدة. أدركت في قلبها أن شيئا ما بحاجة إلى التغيير، وبإخلاص واستسلام صادقين طلبت العون والمساعدة ومنفذا للخروج، ناذرة أنه لو أجيبت صلواتها فستكون شاكرة وممتنة كل يوم لبقية حياتها، وستساعد الآخرين يفعلوا مثلها. هون ننتهي من الجزء الرابع من قصة آنا. بصراحة هذا الجزء كتير مؤثر وملهم، وبالجزء الخامس لح نحكي أكثر عن مشوار التشافي تبع آنا، كيف انتقلت من أمراض الدنيا كلها، مرض السرطان، أمراض بالفم، أمراض بالمثانة، أمراض بالجهاز الهضمي، أمراض تقريبا بكل جسمه وبكل أجسامه، حتى جسم الطاقي والمشاعري والمادي تقريبا، يعني كانت حتنتقل إلا بعد شوي، يعني حقاً هذا كله حيأثر على الجسم الأسيري، وبعد ما يأثر على الجسم الأسيري فالجسم الأسيري بيختار إنه شو ينتقل يرجع للمصدر. فهي قصة آنا الجزء الرابع، تقريبا هون ننتهي نتكلم عن الأمراض واللي مرقت فيه، وبالجزء الخامس رح نبلش نحكي عن طريقة نحو الشفاء التام، مو بس الشفاء التام، حتى أنه صارت عندها قوة خارقة. تمام، شكرا لاستماعكم وشكرا لصبركم علي أنا في بداياتي. شكرا شكرا شكرا.